نروح لقصتنا ويا ترى ايش القصه مخبيه لنا. يحدث ان تواجه بعض المواقف المحرجه في سفرك، ولكن بعض المواقف قد تجد نفسك بلا حل معقول. ولكن السفاره السعوديه في كوبا كان لها مع الاستاذ فارس التركي موقف يدعو فعلا للفخر. هذا سناب الاستاذ فارس التركي وهذه سنابات هو نشرها. خلونا نشوف. شيء ما حتصدقوه ولا حتستوعبوه. طبعا احنا ورطنا في كوبا بسبب الفلوس، المحلات ما تقبل كريدت كارد نهائيا، فكل الكاش اللي معانا خلص، فايش نسوي؟ باقي فلوس سعودي معانا، ما حد راضي يصرف لنا هي ابدا. فكلمنا مين؟ كلمنا السفاره. السفاره مو قالت حنغير لكم الفلوس، ارسلوا سياره. والله العظيم ارسل هذه دوبها واصل السياره، ارسلونا هي على المطعم اللي احنا فيه عشان يجيبوا لنا فلوس. والله يا اخي ابغى ابكي من الفرح من يعني تعاملهم كيف مو طبيعي يا اخي، احسوك انك انت يعني فعلا ملك والله. عموما جات سيارة السفارة وجابت لنا فلوس، وانا ما نبغى فلوس، انا بس كنا بنبدل الفلوس اللي معانا. فقالوا لي لا الحين جيكم، وكمان تعالوا السفينة بيقابلكم في السفارة يسلم عليكم. فنحن الان حسب تعليمات القنصل اللي كلمته رايحين سيارة السفارة لنقابل السفير ونسلم عليه ان شاء الله. شكرا معالي السفير فيصل المنديل، وشكرا للقنصل نائب السفير اخونا عبد المحسن العريفي، جزاهم الله خير والله ما قصروا معانا. فعلا اعزائي المشاهدين موقف جدا مشرف، ويعني على ما قال مو بس صرفوا لهم الفلوس الا جابوا لهم سياره ونقلوهم الى السفاره. موقف جدا مشرف، وفعلا موقف يعني احنا اليوم نطلق عليه موقف الفخر. وكل الشكر للسفاره السعوديه في كوبا.